كرة تلعب الآن من كازولا طويلة للأمام بالراس، والكرة فيها أول الأهداف عن طريق كامبل والمتابعة. إذن أرسنال يسجل الآن من الكرة الثابتة، القبصان الصف أخيرا توج مجهودة بهدف. شوف الكرة الأرضية، شوف النني، والمتابعة كانت في شباك فايكنج. شوف التمريرة والقدم اليسرى القوية في كرة لا تصد ولا ترد إلا من الشباك. من الهدف الثاني يسجل الهدف الثالث، شوف يتلاعب في منطقة جزاء فايكنج، ووالكوت يسجل الثالث الآن عن طريق تمريرة كامبل سجل من خلالها الآن والكوت هدف. والدقيقة 52 هدف و54 هدف، كامبل استقبال خاطئ لكن لعب العرضية، بعد ذلك العرضية تأتي بهدف من خلال هدف في مر. هذا الهدف الخامس كان بالكعب، هو من يسجل الهدف السادس. 6-0. شوف كازولا كان بعد ذلك التسجيل من ايوبي، ايضا الرقم 17 يسجل ثاني اهدافه في هذا اللقاء للتسجيل الاخيره. شوف الكره الماضيه، شوف الكره اللي وصلت لبرلين والتسديده القويه، بعد ذلك شالها حارس المرمى. المتابعه الممتازه من اكبون،